إنسان من بلاستيك. قام هنا هؤلاء الأشخاص بحفر هذه الحفرة الطويلة جدا على طول الطريق ويريدون دهنها بالإسمنت، ولكنهم سوف يحتاجون لوقت طويل لو قاموا بذلك بأيديهم. لذلك قاموا باستخدام هذه الآلة الكبيرة التي تقوم بفرد الإسمنت داخل الحفرة، حيث يساعدها شكلها هذا على فرد الإسمنت بطريقة رائعة. فكل ما على العمال هنا هو إضافة كمية الإسمنت التي سوف يتم فردها داخل الحفرة، فتقوم الآلة بالسير فوق الإسمنت لتقوم بفرده على النحو الذي تشاهدونه، ويقوم العمال أيضا برش كمية من المياه فوق الإسمنت لكي يساعد هذه الآلة على فرده بشكل جيد ولا يتم عرقلة عملها. ويقوم بعد ذلك العمال بالحركات البسيطة مثل فرد الأطراف القليلة التي لم يتم فردها باستخدام الآلة جيدا، ويقوم العمال أيضا بجذب الإسمنت باتجاه الآلة لكي تقوم بفرد الإسمنت بشكل جيد من على جميع أنحاء الحفرة وبشكل متساو أيضا، بحيث لا تكون منطقة تحتوي على الإسمنت أكثر من منطقة ومنطقة أقل من منطقة. فكما تشاهدون ها هو شكل حفرة يظهر وهو ممتلئ بالإسمنت، يظهر الشكل الرائع الذي أنتجه العمل بواسطة الآلة. استابلسر دي سوفاز. تشاهدون هنا هذه الأرض الطينية التي من الصعب السير عليها وبذات السيارات، فهنا سيقوم العمال بإصلاحها أولا. قام العامل بمد قطعة بيضاء على طول هذه الأرض الطينية، ثم جلب قطعة كرتونية كبيرة بيضاء مفرغة من الداخل على شكل معينات مضغوطة والتي تكون فوق بعضها البعض ولا تظهر معيناتها إلا عندما يتم فرد هذه القطعة. فقام بتثبيت أطرافها باستخدام عملة حديدية لكي لا تفلت وتتمزق في يده، وهو يقوم بمدها إلى أن تصل إلى نهاية القطعة البيضاء التي قام بوضعها في الأسفل في البداية، وقام بتثبيت أطرافها باستخدام أعمدة حديدية أخرى. ويحظر هنا السير فوقها باستخدام الأحذية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تمزقها، ولكي يستطيع السير فوقها قام بمد قطعة خشبية فوقها لتسهيل سيرها، ثم تم تعبئة شاحنة بالحصى الحمراء الصغيرة وتم سكبها فوق ما يتم تثبيته قبل قليل. يتم فرد هذه الحصى جيدا حتى يتم ملء جميع الفتحات التي على شكل معينات بهذه الحصى، ثم يتم وضع طبقة أخرى من هذا الحصى فوق الطبقة الأولى، فيتم تغطية جميع الفتحات المعينات بهذه الحصى. ويقوم باستخدام المقص بقص جميع المعينات الزائدة من الأطراف والتي يتم تغطيتها بالحصى. وبعد أن يتم فرد الحصى على جميع المنطقة، يتم جلب آلة تسوية وتمريرها فوق الأرض المملوءة بالحصى لتقوم بفرد الحصى بشكل جيد وبشكل مستوى، ويتم تمرير هذه الآلة فوق جميع الأرض ليتم تسوية جميع المناطق. ثم يتم جلب قطعة خشبية صغيرة على شكل إسوارة يتم صفها بجانب بعضها البعض على طول الطريق مكونة سورا كبير على طول هذا الطريق التي تم إصلاحها، والآن يمكن السير على هذا الطريق بكل سهولة حتى أنه يمكن سير السيارات فوقه بشكل عادي. واتشر كونستراكشن. عند رؤية ما يقوم به الرجل بفرده تحسبه يدهن الشوكولا على الدرج، ولكن لأنه يقوم بفرد اللاصق الكثيف لكي يستطيع إلصاق القطعة الخشبية الكبيرة على هذا الدرج، فيقوم بتقليب اللاصق اللزج مرارا وتكرارا حتى تزداد لزوجته ويصبح استخدامه جيدا أكثر، ويقوم بالإلصاق جيدا أكثر مما يكون غير لزج وغير مقلب هكذا. ثم بعد ذلك قام بإلصاق قطن الخشب على المناطق العلوية والأمامية من هذا الدرج، ثم يقوم بالطرق عليه ليلتصق بسرعة كبيرة ولا تترك فراغات بين الدرج والقطعة الخشبية. ثم يقوم بجلب آلة الكبس ويقوم بكبس القطعة الخشبية من الأطراف، وبعد أن ينتهي من المنطقة الأمامية ذهب للمنطقة العلوية وقام بسكب بعض اللاصق اللزج من علبته، ويقوم بتجهيزه وسكب بعض السائل الذي بيده ليزيد لزوجته وتقليبه مرارا وتكرارا على الدرج. وبعد ذلك يقوم بفرده على الدرجة ويقوم بوضع القطعة الخشبية فوق اللاصق لتلتصق جيدا، ويقوم بإزالة الزيادة من اللاصق باستخدام قطعة حديدية ووضعها على الطرف لكي يستطيع العمل جيدا. وبعد وضع القطعة الخشبية يقوم بالطرق عليها باستخدام المطرقة، فكما قلنا الطرق عليها يمنع وجود فراغات بين القطعة الحديدية والدرج. ثم قام بجلب جهاز الكبس وقام بكبس القطعة من الطرفين، ثم بعد ذلك وصل إلى المنطقة النهائية من الدرج وقام بوضع اللاصق اللزج، وهو يقوم بفرده وتحريكه، وقام بوضع كمية كبيرة من اللاصق هنا لأن هذه المنطقة هي أكثر من غيرها في المناطق في هذا الدرج. وبعد ترة تقليب اللاصق قام بفرده على منطقة كاملة باستخدام الجاروف الصغير الذي بيده، وبعد أن انتهى من وضع اللاصق على جميع المنطقة
قام بجلب القطعة الخشبية ووضعها على المنطقة وإلصاقها بشكل جيد، وقام بطرق عليها بالمطرقة على جميع جوانبها. وأيضا ها هو يعيد إليكم الدرجات التي لم يرينا إياها قبل، كيف يقومون بدهن اللاصق ومد القطعة الخشبية والطرق عليها وكبسها باستخدام جهاز الكبس. أوبتيماس ستون ليفتر. يقوم هنا العامل بتوجيه هذه الشاحنة الكبيرة التي تقوم بنقل مجموعة كبيرة مصفوفة من حجارة رصف الطرقات، لتقوم الآلة بصف هذه الحجارة على الأرض بجانب مجموعة الحجارة الأخرى التي تم رصفها من قبل باستخدام نفس الآلة وبتوجيه من العامل. وعندما تقوم الآلة بصف الحجارة فإنه من الممكن أن تترك مكان حجر فارغ، فيقوم العامل باستخدام الآلة التي في يده بالتقاط حجر من الجانب ووضعه مكان الحجر المتروك. وهذه الآلة لا تقوم بصف نوع واحد من الحجارة، فإنها تقوم بصف العديد من الأشكال، ففي البداية كانت تقوم بصف حجارة على شكل منحني من الوسط، أما الآن فإنها تقوم بصف حجارة مستقيمة على شكل مستطيل. وبنفس الطريقة عند ترك مكان فارغ فإن الرجل يقوم بوضع حجر باستخدام الآلة الناقطة التي بيده، حيث أن هذا الرجل يقوم بعملية تعديل نهائية لصف هذه الحجارة، وكل مجموعة تقوم الآلة بصفها يقوم العامل بمراقبتها والقيام بتعديل نهائي عليها. ريشينج نيو هايتس. بعد أن تم مد البنية التحتية هنا من الحديد والمثبتات وغيره مما يستخدم في البنية التحتية، تقوم الآلة بوضع كميات من الإسمنت وسكبه فوق هذه البنية التحتية، ويقوم الجزء الآخر من الآلة بتسوية الإسمنت وفرده جيدا وتغطية السطح به، ويقوم العمال بمساعدة الآلة عن طريق إدخال الإسمنت إلى أسفله باستخدام الأدوات التي بأيديهم ومساعدتها بفرد الإسمنت. وهي الآلة التي تقوم بفرد الأسمنت بشكل مستوي جدا، بحيث لا تترك مكانا غير مستوي بدون أن تقوم الآلة بفرده بشكل صحيح، ويحاول العمال توجيه الآلة إلى المناطق الغير مستوية لتقوم بتسويتها، ويقوم أيضا العمال بتقليب الأسمنت جيدا قبل وصول الآلة إليه لفرده حتى لا يكون في داخله أي كتل، ولا يتم تحريكها. وبعد أن يقوم بالتحريك جيدا يقومون بتوجيه الآلة إليه لتقوم بالتسوية.
رول فور دروفين كونكريت. هنا تشبه الظلال في شكلها وكيفية عملها فرشاة الدهان، ولكن تختلف هنا أنه بدلا من الفرشاة قطعة حديدية مليئة بأشكال المربعات المفرغة، يتم استخدامها على الأسطح الإسمنتية الغير جافة لكي يتم صنع أشكال المربعات على سطحها. فكما تشاهدون هنا، هذا السطح إسمنتي غير جاف يتم تمرير الظلال عليه فيتم تشكيل المربعات الصغيرة عليه. سومير سكاي سيكريت 25. هنا تقوم هذه الشاحنة برصف الطريق وتسويتها لتصبح بمستوى واحد ولا تكون منطقة أعلى من منطقة، ثم يتم رش الأرض بالماء وتقوم الآلة الأخرى بالسير فوقها زيادة في التسوية والتأكد من سلامة وصحة رصف الطريق، ثم تقوم آلة أخرى بالسير فوق الأرض لتقوم برسم الخطوط البيضاء على هذا الطريق والتأكد من استقامة هذه الأرض ليتم عمل هذه الأشكال وتشكيل الأرض بهذا الشكل، ويقومون بتثبيت هذه القطعة جيدا على الأرض، ثم يقومون بجلب آلة ضغط وتسييرها فوق القطعة فتقوم تلقائيا بطباعة هذه الأشكال على الأرض، وبعد إزالتها يظهر لدينا شكل المعينات على الأرض لتظهر وكأنها قطع حجرية مصفوفة بجانب بعضها البعض على شكل معينات، وبعد الانتهاء من المنطقة الأولى ينتقل بالقطعة على جميع المناطق في هذه القطعة من الأرض ليحولها جميعها إلى أشكال معينات، ويتم تمرير الآلة عدة مرات على القطع ليتم نقش شكل المعينات على الأرض بشكل واضح جدا. Bye.